ايه اللي ممكن يخوف موسيماني من فريقه؟ بص يا كابتن، حاله اللعيبه اول يوم حاجه الماتش نمره واحد. نمره اتنين العصبيه. العصبيه هتخلي قرارات مش كويسه في الملعب، خصوصا لا هو قدر عنده الله، حاله لانه من وارد الذكاء دايما بشوفها لما لعيب بياخد انذار بيستعجل ويغيره خوفا من الانذار التاني. بالظبط. وكمان خلي بالك حته كمان الجون البدري، سواء في فرقه هنا او فرقه هنا، ممكن تصدر ضغط كبير جدا عليه وقرارات الفرقه بتبقى كويسه. خلي بالك نادي الاهلي مميز في الفترات السابقه انه كان بيخش الماتش هادي. دلوقتي بيخش الماتش فيه عصبيه شويه، والعصبيه دي بتخدك قرارات وتاثر على التكتيك في الملعب، سواء من النواحي الهجوميه او بس قرارات ما حدش الفرديه. حس العصبيه دي قوي يا ابو حميد، يعني ما حدش حسها قوي، يعني ممكن انفعال هجومي او ضغط هجومي. بالعكس بحس ان النقل الكتير بيديهم نوع من انواع الاريحيه شويه، ودي بقت في مثل الماتش ده كابتن في احنا الزمالك شفناها في الوداد، يعني كان الاختبار الاهم الوداد مثلا ذهابا وايابا، ما شفنا حتى لما ديانج انذار راح مطلعه عشان خايف لا من انا حته بكلمش على العصبيه، عصبيه الانذارات، انا بتكلم على العصبيه في التسرع تنشنها عشان اكسب التسرع بسرعه، وفي نفس الوقت القياس الاستعجال قياس الاستعجال بالظبط. قياس الوداد مع الزمالك هو قياس بعيد. الزمالك فرقه، لا انا بتكلم على اسلوب، يعني على سيستم او منتاليتي بتاع لعيبه، لما بالظبط. بتكلمش لكن هو ما بقارنش خالص. لا مش مقارنه، بتكلم على ما بقارنش بنادي الزمالك. وبعدين نهائي ماتش واحد ده ليه حسابات مختلفه لا صح، عن ماتش برافو عليك. رايح جاي. فانا عايز اقول لحضرتك ان انا بتكلم حته العصبيه في الاستعجال في التصرف، ان انا اجيب جون بدري. لكن انا في نفس الوقت انا شايف ان هو ماتش كبير في كل احداثه طبعا، وماتش تاريخي، وتحط تحت تاريخي ده 30 طبعا. خط تاريخي طبعا، مش عايز لان كلام. النادي اللي هيكسب هيقعد عايش كتير جدا على طبعا المكسب ده، رايح كاس عالم انديه، رايح سوبر، رايح لفلوس، رايح لديربي. زائد اللعيبه اللي هتكسب الماتش ده وتاخد البطوله هيتعمل لها تماثيل في ناديها وتعيش على القصه دي بشكل كبير جدا.